شو هيدا؟ برنايتا ولا اجري؟ ايوه مزبوط هيدا برنايتا معلوم، بس انا مشان حراميه ما بسوق بحط مصاري بالبرنايتا. بس بده يكون هيدا شو اسمه؟ ربطان. لا مش بطانيه، مش بطانيه، شرشه طلعه مخزون. انت مش عارف حالك تعمل على التحقيق. الله لا يخليني، انت بخليك في هالبلكون. مزبوط اختك جابت توم وليد؟ شو لكن؟ دخليك مش صعبة على اختك تربي توم وليد؟ ايه شو لكن؟ بتفتكري بتعطي واحد منهم لعيلة غنية إذا طلبوا يتبنوه؟ ايه شو لكن؟ رح تزيحيني بشو لكن؟ بس يا عمي هاي هاي انت وحدي هكذا شو بدكم فيها؟ ايه شو لكن؟ عم تفهمي علي لسا عم نحكيكي؟ شو لكن؟ شو بيني؟ بتقبل تعطي ولد ايه او لا؟ شو لكن؟ هلا خلصينا من شو لكن؟ شو لكن؟ كمان شو لكن؟ هيدي وحدي راسها تعبان ومعبي شو مكان وما رح تخلصنا من شو لكن؟ عمو؟ شو اسمك؟ اسم لكن؟ انت كنتي عطول شو ما في معي تشلقيني اياه وتهربي وتضربيني ولو جيمي شو؟ دخيلك ساعدينا بليز مش ممكن ابدا ساعدينا بليز بليز ساعدينا وخليني اخذك شوي على العصفورية ما له بالعصفورية ليش عم تبكي انت؟ بكي شي؟ يوجعك شي؟ لا ست كاتي بس لما اشوفك عم تبكي ما بقعد فيها هالدفعة اللي من البكي شو رأيك جيمي احكي شو ما بدك تحكي طيب بشو عم بتفكر بشو عم بفكر عم بفكر ببطني وبهالعلقة اللي علقتوني فيها وكيف بدي اخلص منها طيب روق شوي ليش منرفز هالقد ليش منرفز ما في شيء لنرفز الشريقة تفضلي انا باحسن حالاتي بعد في احسن من هيك شريق شو مخبي تحت الجاكيت مش بالسقف تحت الجاكيت شو مخبي مصدحني ماشي هيدا ابني لوين نتعو؟ مزبوط هيدا ابنك صحيحة لوين نتعو؟ مسرح لاسيتي جوني يقدم أنتوان كرباج في مسرحية حرامي ولاد الصغار بطولة رولا حمادي رفعت تربي مها خوري الأشقر مسرحية حرامي ولاد الصغار إخراج زهراب يعقوبيان